لا 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 لا، ركزوا معايا هنا، تتسحلوش معاها. عشان اتسحلت معاها مرة وهي بتدرب العيال، قعدت شهر بيجيلي كوابيس. يا ساتر يا رب. ما تبصيش يا رتاش، بص قدامك. مش بطوط، اوعي تاكل حد من العيال عشان اهاليهم بيجوا يشتكولي. انا يا فخر هنعمل ايه؟ ولا انت لو سألت السؤال ده تاني انا هقوم انتحر دلوقتي. سيبوني نفسك خالص وانا هتصرف في موضوع السحاوي ده بدماغي انا بقى. ولا سيد انت ما تعرفش حاجه عن ابوك واخواتك؟ يا انا ما اعرفش طريق حد غيرك. تمام، يبقى انا هبعت الواد دقدق يعس وراهم كده ويجيب لنا اخبارهم. على الله التسهيل. انا هطلع دلوقتي اغير وانت اعمل حسابك هتيجي معايا مشوار. مشوار ايه اللي هتاخدني فيه؟ لا بقى، اعملوا حسابكو ان مفيش اسئله من هنا ورايح، اللي هقوله هيتنفذ على طول. ايوه باشا، هنروح فين يعني؟ عند ماي اكس خطيبتي، كانت واخده مني 150 الف جنيه وذهب والماز وشبكه وياقوت وشوكولاتات، كانت واخده حاجات كتير قوي. كان زمان الواحد معاه فلوس، انما دلوقتي الجنيه بقى ابراج لا مؤاخذه. حلو، احنا نتنكر احنا التلاته ونروح لها لحد البيت ونهددها بسكينه. لا بمسدس، ولو ما رضيتش تدينا شبكه نقتل لها حد من اهلها. ما جابتش معاها سكه نديها رصاصه في كتفها عشان تعرف ان احنا ما بنهزرش. الله، انا جاي معاك وش ولا سيد. انت متاكد ان مراتك دي بنت ناس؟ انا مش متاكد ان دي مراتي اللي جت معايا اساسا. ايه الدمويه دي يا ريتاش؟ ايه مش عاجبكم؟ امال كنتوا هتعملوا ايه؟ كنا هنروح لها القصر. قصر؟ هي ملكه؟ ملكه ايه؟ دي بعد ما سابتني اتجوزت وزير الماني. سابته وراحت اتجوزت قنصل كرواتي، بعديها بفتره اتجوزت امير ويلزي، في النص اتجوزت امبراطور صيني، بين دول بقى اتجوزت قط شيرازي دكر، بعديها اخر واحد خالص ده كان مهراجع هندي كبير جدا، بنى لها القصر بتاعها. ايه ده؟ هي خطيبتك دي كانت شغاله في السيرك الدبلوماسي؟ السيرك الدبلوماسي؟ انت جاهل يالا؟ اصلها كانت قربت يعني تحكم العالم، هي ازاي اتجوزت كل دول؟ هي خريجه ايه؟ خريجه قوميه العجوزه، دي بنت ناس جدا، ده اهلها كانوا مشتركين في نادي الترسانه يعني. احنا هنروح لها القصر ونقول لها طلباتنا، وعلى الله التسهيل. وافقت؟ وافقت. ما وافقتش؟ يا واخد قوتي يا ناوي على موتي. يا اهلا بيكم. اهلا بيك. والنبي يا ابني روح انده لنا مدام عاشورة. حضرتك تقصد مدام عاشوريا؟ عاشوريا؟ ما اسمها عاشوريا. اقول لها مين؟ قول لها فخر العرب، معاه فاتورة قديمة ووقت دفعها جه. تمام، اتفضلوا. شكرا. بس جامدة قوي يا فخر، فاتورة قديمة دي عايز ابقى استخدمها، بس مش عارف بقى استخدمها في اي موقف. لا انت ما ينفعش تستخدمها. ليه؟ لان انت متعرفش حد غير انا وريتاج، وانا كده كده عارفها وريتاج مش هتفهمها. بس انا هتجنن. انت امتى اتجوزت المهرجة؟ اتجوزت المهرجة ايه يا ابني؟ انا اتجوزت مرات المهرجة. انت عايز تشيل لي نصيبه يالا؟ لا مؤاخذه يا فخر، معلش ما جمعت. ازيك يا عاشوره؟ توموكو كاشيا. لا مفيش توموكو، هو النهارده. ازيك يا عاشوره واتكلمي عدل بدل مظبوطك. توموكو كاشيا. انت خلاص يا فخر، شكلها مش هي الست اللي احنا جايين عشانها. مش هي ايه؟ انت هتستقبل يالا وانا توقع عنها؟ هي عاشوره بنت تامر الغطاس، وهتقولي بقى ولا سيح لك اكتر من كده؟ جرائيه. عاوز ايه يا فخر؟ من الاخر كده، في فاتوره قديمه ووقت سدادها جه. ايه رايك؟ لا وحشه؟ هي حلوه بس مش مكانها هنا. سيد الكلام بالعقل مش بالنص نقل. ماشي يا اخويا. بص يا عاشوره، انا جاي اخد الشبكه اللي انت قلبتيها مني والقرشين اللي حيلتك، من الاخر. مالكش حاجه عندي يا امور. الله الله الله، والله وطلع لك سنان يا نمله. هو انت ما تعرفنيش ولا ايه يا فخر؟ بقول لك ايه، اذا كنت عاوز تقلب في الدفاتر القديمه
فالقصر ده كله بتاع المهراجة وأنا بقى مراته، ولو عرف حاجة من اللي بتنكش فيها هيقتلني ويقتلك ويقتله. فلم قماشك وكتاكيتك واللي انت جايبه ده واطلع برا بدل ما يعلقكوا على باب القصر من حواجبكم. هو ليه حضرتك بتتكلمي بصيغة المثنى يعني؟ أنا ما قلتش حاجة، هو اللي قالك يا نملة وأسنانك كبيرة وغلط فيك، أنا ما عملتش حاجة، هو لوحده. على الله التسهيل، بس خليكي فاكرة عاشورة، اللي يدوقك عسله وما تمرش فيك هيدوقك مر وبزيادة. بقول لكم ايه، ما تكملوا درس اللغة ده برا، لحسن جوزي لو جه انتوا عارفين هيوريكوا. اتلموا بقى لحسن، هو جاي هناك اهو. عاشور يا هاي هاي، محبوبتي هاي هاي هاي، حبيبي مهر عشتي، وحشتيني كتير حبيبتي. ايه ده، انت كنت فين؟ انا كان اشتري هذا صعبان، هذا صعبان راكس كاي كاي. الله، صعبان جميل، اشتريته منين؟ من الهند؟ لا، من سوق الجمعة، هاي مال امام شافعي، منو ضيوف بلطاي وشوافة. دول يا اخويا كده، دول اللي جبتهم يصلحوا الدش عشان خاطر التلفزيون مفوت. امال صلحون تلفزيون دش؟ يجلسون على أريكة مع المهرجة؟ فيزي أمي بلطاي شوافة، أنت يجلس على أريكة مهرجة يصبح ملدة. هو ده هندي ولا خليجي؟ عرفش، بس هو شكله صعيدي. برا شنب الناس. أنت شنو يتكلم؟ يلا برا شواف، برا. حاضر يا مجد، حاضر. كلاب بابا ألعب بالصعبان. فلطحون أنت ما زلت صغير، أنت ممكن يلعب في صعبان؟ صعبان يلدع، مال انت في كرش الناس عشان انت رزل. طنط عاشور يخلي بابا يخلينا العب مع صعبان. يا حبيبي مهرجتي حبيبتي، عشان خاطري خليه يلعب مع صعبان جميل صغنون، هما الاثنين يلعبوا مع بعضيهم. سبحان الله، انت حنين قوي على فلطحون، فلطحون يحب مال انت زي هو ماما هو رحمة الله عليها، سواء يحبك انت وايد. طب انا يقول انت العب مع طنط هو نفس صعبان اصفر ولا ما ينفع؟ ما ينفع. انت يا بي صعبان، انت العب مع صعبان بس خفيف. خلاص بقى ما تزعلش. خلاص ازاي؟ انا مش عارف ايه اللي وداني هناك، بس قلبي هو اللي وداني. لما شفتها وهي بتدلع المهرجة، المهرجة بيدلعها، دمرتني، كسرتني 100 حتة من جوه. دي عاشورة اللي ما كانتش الشمس بتطلع غير لما تفتح شباكها. أنا بردان. ياه، شوقتني إن أنا أشوفها. هي حلوة؟ دي من علامات الساعة، ده انت لو شفتيهم هما الاتنين جنب بعض هتعرفي ان دي اقذر قصة حب انجبها التاريخ. يا جماعة المصلحة دي ما فيهاش فلوس، تعالوا نشوف حاجة تانية تجيب لنا فلوس. بلا تانية بلا تالتة، انا هاخد الشبكة بتاعتي، يعني هاخد الشبكة بتاعتي وإلا هروح امزع لها وشها ده. طب والحب يا فخر؟ في الكلوب. انت عبيط يالا؟ يا فخر حتى لو احنا عايزين ناخد الشبكة هناخدها ازاي يعني؟ هنسرقها؟ المشكلة مش في كده، المشكلة هنسرقها ازاي؟ هنسرقها ازاي؟ هو انت عايزة تسرقي يا ريتاج؟ انت خلاص بقيتي زيه؟ هو انا قلت اكون صبي من صبيان المعلم فخر العرب برضو؟ عشت يا معلم ريتاج. لا ده انت اتهبلتي بقى. استنى بس، انا في مخي فكرة ممكن تدخلنا بيت المهراجة وندعبس جوه براحتنا. حلو، قولنا الفكرة دي بقى بالراحة ومخمخي فيها. ايه ده؟ انت بتشربي بصوت ريتاج؟ بسألك رودي يا اقول لك يا معلم. كمستاي مرحبتين. اهلا وسهلا. منو انت؟ انا مدام صفاء من المركز الثقافي الهندي، وجايه اقابل المهرجة مارد. مهرجة مارد؟ انا مهرجة مارد
شحمول احمو كرتون توبي. حضرتك اهلا وسهلا يا فندم، احنا في المركز كنا جايبين هديه بسيطه كده لحضرتك عشان نشكرك على اعمالك الخيريه اللي كنت بتقوم بيها في الهند. احنا بصراحه في المركز بنحترم جدا الشخصيات المحترمه اللي زي حضرتك يا فندم. لا لا انا ما يقوم بخير ابدا، انا مهرجة شرير ما يفعل خير. لا لا ازاي يا فندم، لا افتكر اكيد عملت خير. لا انت كده هتبوظ الخطه والنبي. شنو خطه بوظ؟ خطه ايه يا فندم؟ انت تقول خطه بوظ. لا انا قلت، لا انا ما قلتش، انا قلت خير، يعني يا رب تفتكر الخير اللي عملته، افتكر والنبي. نعم انا افتكر، انا في واحد مره انا كان يمشي بسياره اشاره مرور يعطي واحد مسكين واحد روبيه، وعشان اديت الروبيه للمسكين ده احنا جبنا لك الفيل الالي. اتفضل يا فيل. شنو فيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شنو شنو؟ لا ما تخافش حضرتك، ما تخافش، ده فيل الالي. شنو يعني فيل الالي؟ انت شايف حاجه من عندك يا فخر؟ ايوه شايف، بطل وش بقى عشان ابقى سامع. العمده الالي مع العم فؤاد رحمه الله عليه راح يصطاد. نعم نعم ايوه بالظبط كده. شنو يسوي ده؟ بيعمل على حسب الاوردرات الصوتيه، يعني تدي له الاوردر بصوتك بيعمله في اكشن على طول. طب انا يا بيه شوف. هتشوف دلوقتي، اطلع خطوه يا فيل. اثبت نفسك معايا كده واطلع خطوه قدام اهو بالفيل مش بجسمك يا حمار. طيب اهو بس ارجع خطوه كده. شفت يا فندم؟ ما شاء الله ما شاء الله. انا يا بي سوي اوردر براحتك. انا يقول اتفضل. فيل ست. ما شاء الله ما شاء الله. قوم قوم قوم. فلافيلو سلم سلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طب ايه حضرتك، قبلت الهديه ولا ايه؟ طبعا هدية جميل من نفر جميل. فخر انا عايز اعمل بيبي. على الله تعمل حاجة هنا، انا بقول لك اهو. طب استنى كده. انا صفاء يا جناب المهرجة. صفاء اسم جميل. انا يا بي يطلب منك طلب. اتفضل. انا ينفع عشا سوا سوا؟ هو الراجل ده بيعاكس ولا ايه؟ بيعاكس؟ ده انت مش شايف اللي انا شايفه. لا لو كده بقى انا هخرج له من الفيل واظرفه الزلومه. على الله تخرج بره الفيل. متعشف. لو خرجت هنتحبس يا غبي. نروح نتفسح في النيل لمركب فلوكة. ماشي نتغدى نتعشى براحتنا يا فندم، انا اي حاجه انا فري. انت ايه ده كمان شكلها مقبله؟ يا مقبله. طب حاسب بقى فخر. ايه في اي حاجه؟ لا مش هينفع يا فندم. ليش؟ عشان الفيل قفش عليا. ليش يقفش عليك؟ هو جوزك فيل ولا شنو؟ لا معلش يا فندم انا اسف. لا لا انا ممكن يسبح هذا فيل، انا يسبح هذا فيل تحت رجلي. اما انت معلش انا اسف، انا هضطر استاذن بقى معلش. لا ليش ليش يستاذن؟ ما انا سايبه المركز لوحده وزمانه يضرب يقلب على بعضه. انت اقعد خمسة دقيقة. معلش والله لازم امشي. واحد دقيقة. باي 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 باي. مسيرك يا جميل جميل. ماشي يا ريتاش لما اخرج لك من فيل. فلافيلو انت يجي ورايا. تعال تعال ورايا. فلفل جميل ما شاء الله ما شاء الله. فلافيلو الناس. الواد ابن المهرجة ده تقيل قوي، ده اتقل من الفيل اللي احنا شايلينه. انا متاكد ان في اربعه جواه. معلش يا سيد استحمل. فلطحون خفيف خفيف كده في البوز. ما انا واخد الظهر وشايل الواد على كتفي وانت واخد الراس بالزلومه ولا فارقه معاك. يا ابني وانت فاكر الراس دي سهله؟ انت مش متخيل كميه الالم اللي بستحملها لما الفيل يصدع. دكتور وليد الصاوي وصل وعاوز يقابل حضرتك. اوكي انا يجي. روح خلاص يلا انزل فلطحون. فيل تعال معي. الله اكبر. وطي يا سيد عشان الواد هينزل. اوطي؟ ده انا هقلب امه. تعا فلفله. تعا فيلو. اهلا سمو المهرجة. سمو المهرجة. ويلكم ويلكم دكتور شنب ابيض. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا سمو المهرجة. It is a great day today. And also big news يا جناب المهرجة، أخبار عظيمة، أخبار عظيمة يا جناب المهرجة. شنو فيك؟ أنت ما يشوف فيل؟ هم؟ يشوف فيل. إيه الله،
في الحلو جميل طبعا طبعا. ما انت هندي قد الدنيا لازم يبقى عندك فيل، امال يبقى عندك ايه سكوتر؟ المهم خلينا في الموضوع اللي انا جاي لك. سكوتي شنو سكوتر؟ انت ما يعجبك فيل ولا شنو؟ لا بالعكس ده جميل خالص، عسل الله، حلوه جميله حلوه. المهم خليني في الموضوع اللي انا جاي لك. انت يعرف دكتور شنب ابيض، انت يعرف ان هذا فيل هو يشتغل، انا اصدر اوامر صوتيه هو نفذ؟ يا راجل انت يا بيشوف. هنشوف. فلفل انت ارقص شويه شويه دكتور شنب ابيض. ما شاء الله ما شاء الله. مين الراجل الغريب ده؟ شكله ايه يا فخر؟ هو شبه الصرصار بس لابس بدله وبيتكلم زينا عادي. وده بقى بتحط له فلوس في زلمته يسلم عليك زي الفيل اللي عندنا في الجنينه؟ انت لو ما يحترم نفسك انا احط لك فلوس في زلمه؟ مال انت سقف. شنو تبي؟ يلا خلص سرعه سرعه عشان انا مو فاضي، انا يبي يلعب مع فيل. ما هو انا جاي لك النهارده يا جناب المهراجه بخصوص موضوع الجوهره اللي كنا اتكلمنا فيه قبل كده. دكتور وليد ما في كلام، انا ما يقدر استغنى عن هذه الجوهره. هذه الجوهره ميراث عائلتي لالاف السنين. انا يهرب من هند وسند وبلاد تركب الافيال بسبب هذه الجوهره. عائله باتشان يجري ورايا يريد ان يقتلني وياخد هذه الجوهره. يعني هو احنا ما ينفعش نتفاهم مع الاخوه في عيله باتشان ونحل الموضوع بشكل ودي كده، قاعده هندي كده زي قاعده العرب بتاعتنا، ونخلص الموضوع من غير اكل واذيه؟ لا ما يصير. انا يقول في تار بيني وبين عائله باتشان ما يحلوا الا الدم. يا جناب المهراجه افهمني، عناصر النانو تكنولوجي اللي موجوده في الجوهره بتاعتك غير مسبوقه بالمره، ومع وجود الاختراع بتاعي هتقدر تعمل كونتاك معاه عن طريق الالكترومغناطيك. انت فاهم معنى الهري اللي انا عمال اهري معاك ده من الصبح ايه؟ انا ما افتهم شنو انت هتهري شنو؟ معناه ان انا وانت ممكن نغير التاريخ، نغير شكل الكون. تخيل انا وانت صورتنا على صفحات الجرائد والمجلات في كل حته، والنانو قاعد في وسطينا كده مستربع صغنن كده. ارباح بالملايين، ده غير ان سعر الجوهره بتاعك هيتضاعف بالمليارات. سامع اللي انا سامعه يا سيد؟ انا مش سامع اي حاجه من عندك. طب ركز في الكلام كده وطرطق ودانك. اطرطق في ودانك؟ على الله تعمل كده. بقول لك طرطق ودانك يعني اسمع كويس. انا ما يبي مليارات، انا عندي مليارات وايد. انا مش عايز مليارات يا سيدي. انت مش عايز مليارات، انا عايز ايه الغلاسه دي؟ لا ده الجوهره دي بقى تخصينا انا كده. جوهره ايه؟ انا مش فاهم حاجه. شش مالكش دعوه انت، سيبنا ركز. اف الريحه دي يا فخر، حدش يعمل كده ابدا جوه فيل. مش انا. لا انت، ما فيش غير انا وانت جوه الفيل، هيبقى مين يعني الفيل؟ هو انا كده بقى لما بركز بعمل كده. عاجبك تركب معايا اركب، مش عاجبك خلاص. مش اتخيل يا فلفل. فلفل شنو فيه؟ شنو سويت لي فلفل؟ شنو سويت؟ انا عملت حاجه؟ انا قاعد مرمي جنبك اهو من الصبح. انت مش عالم كبير، انت شوف شنو فيه هو. شوف شوف، هذه حاجه بسيطه جدا، ممكن يبقى اللابلاتين بتاعه لدع في السنسور او البطاريه بتاعته عايزه تتعضعض. ايه الحياله يا سيد؟ ده هيغيروا لك البطاريه. يا نهار اسود، ده انا اللي واقف ورا. طب يا رب بقى تطلع بطاريات قلم مش طرش. يا ابني افهم بقى، ما يبقاش مخك ضلم. قول زي ما انت عايز بالصبح، انا هستحيل اختلس الجوهر. تختلس؟ ايه الكلام الاوفر ده؟ وبعدين انت جاي الفيلا هنا ليه؟ تطعم مساكين؟ ما انت جاي عشان تسرق. دي حاجه ودي حاجه يا فخر. وطي صوتك بدل ما تحبسنا. دي حاجه ودي حاجه يا فخر، احنا جايين هنا نرجع شبكتك اللي اتقلبت منك، لكن هتدخلني بقى في حوار اسرق جوهره مهراجه، والمهراجه ده اكيد راجل واصل. لا انا 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 كل ما بتخيل السيناريو ده بتوتر يا فخر. انا اتوترت يا فخر، اتوترت والخناقه بدات تجي. انا اتخنقت. طب اهدى. طيب ما تعياش عليا، ما تعياش عليا. انخنق ولا افهم، انا عمري ضحكت عليك؟ لا. طيب اقسم بالله احنا لو جايين الفيلا هنا عشان نختلس مش هقعد دقيقه، احنا جايين عشان نسرق. بجد؟ اه والله. وبعدين بدل ما نسرق الشبكه هنسرق الجوهره. طيب هو انا ينفع اعترض؟ دي بقى لا. لا ما فخر انا اتخانقت. طب ايه ده؟ والله ما كنت فخر. طب العايه تعبان والله. اهدى يا عم، روح البس الفيل. يلا 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 روح البس الفيل.
بص كده من الزلومة شوف لو في حد جاي. لا يا عم انا بتقرف ابص من الزلومة، انا بعمل فيها بيبي. ركز بقى عشان احنا شكلنا في الريسبشن. طب اكسر بقى كله شمال، اكسر كله شمال. ما تيجي تسوق مكان انت. هو انت ماشي تزحف كده ليه؟ انت لابس شبشب حمام. لا مش انا يالا سايد، الظاهر في حد جاي علينا. طب اقف اقف اعمل نفسك فيل. ماشي ماشي يلا. حسب كده وريني. لا يا عم ده سند على العصايه. حلو، طب تعالى بقى نقف جنبه هنشوف هيحس بينا ولا لا. مهرجة مش حاسس بينا خالص. طب بقولك ايه، عشان نسبكها اكتر بقى اعمل زئير الفيل. ما اسموش زئير الفيل، اسمه صهيل الفيل. لا اسمه خرير الفيل. اسمه سمير الفيل، انا بعرف اعمله. ممكن تسكت؟ ها حس بينا ولا دريان بالدنيا؟ حلو، مد ايدك بقى وارتش الجوارة. مش عارف اخرجها من الزلومة انا. بس سيد مد ايدك انت والطش منه الجوهرة من على صدر. حضر لي بقى ظهر الفيل على صدر المهراجة اهو. ورا واسع. ما عنديش ورا. واسع واسع انا واقف لك واسع. الفيل لو حكي مني والله ما هيحصل لك. طيب يا عم ما تخافش، اكسر بقى كله. ماشي. اكسر كله كله انا معاك اهو. هوب بس بس بس. فلفل حرامي اسع جوهره انت موت الحين. اجري يا سيد اجري. اجري ازاي ده قافش في ايدي يا فخر. مالك يالا سيد ضربك؟ الراجل بوظني يا فخر. جت في الفيل؟ لا جت في الدرفيل. حالي. طب صدرهولي انا بقى. موتي شلني على ظهرك حليب يا لبن. يلا تعال. مهرجة انت يسرق ولا لا؟ لا لا ادوجن. اهرب يلا سيب بسرعة يلا. انت اضرب اجري فلافيل وحيوان انا اجيب انت حتى لو في بطن حوت. مد يا سيد. مش هيقدر يا فخر، هو الفيل ده ما بيتعبش؟ طب ايه ده؟ احنا خبطنا كلب؟ لا خبطنا كلبة. يلا يلا بسرعة. ايوة بالراحة. طيب ثانية. ايه يا ديش؟ ايه؟ انتوا نايمين ولا ايه؟ لا صاحي. اه السلام عليكم. وعليكم السلام. ما العبيط بتاعنا فين؟ العبيط اهو قاعد مكتئب من ساعة ما عرف ان حبيبتك دخلت المستشفى وكانت هتروح فيها. يا سيد ايه ولا ايه عبيط في ايه؟ ايه اللي انت عامله ده كله؟ اكتئاب، حاسس باكتئاب، حاسس ان داخل على صرع شديد يا فخر. معلش معلش يا اخوي معلش. اكتئاب ايه ونيلة ايه؟ ده دخل جاب باسكت الزبالة وقلبه هنا عشان يكمل النمرة اول ما رنيت الجرس. شكرا يا بنت الاصول. وعلى فكرة انا ما دلقتوش اول ما رن الجرس، انا دلقه من نص ساعة. انا عايز اعرف بقى كل اللي حصل ده ليه؟ انت بجد بتسأل؟ يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. يا فخر يا فخر احنا كنا هنقتل نفس شريرة.
الست جالها شلل خماسي. ما تأفورش، شلل رباعي، دماغها لسه بتتحرك. وبعدين اديك قلت نفسي شريره، دي كانت حراميه ونصابه وسرقاني وطيق العمى ولا طقهاش. انت نفسك ما كنتش بتحبها صح؟ صح. فوق بقى كده بقيت احسن. صدق يا اخي احسن بكتير، كانك شلت الغيامه من على مخي. انا زي ما كنت شايف الكلام ده كله، يا ريتنا قتلناها يا اخي. المره الجايه يا عم لو قابلتها لك هقتلها قدامك. وبعدين انت محبك الدنيا قوي ليه يا سيد؟ اذا كان جوزها الميه راجع نفسه عامل عيد ميلاد ابنه بكره وهيذبح فيل. لا يا راجل، ده بتحنا كده بقى لازم ندخله دخله تانية. معاك حق، عشان لو دخلنا له زي اول مره فيل هيفقسنا، المره دي نخش له بخرتيت. اقعد ياه. بما ان عيد ميلاد الواد بكره احنا لازم نروح له ونعيد عليه، مش ده الواجب ولا يا رجال؟ صح يا تكتكه يا ماجده، يا خساره حته الماظه مدفونه في قلب الزباله. والله معاك حق. جايين احنا جناب مهراج عشان انت في دينجر. عائلة باتشان عرفت مكانك هنا في ايجيبت، وهذا في قتلك هدية كان في اتنين عائلة باتشان كانوا عايزين يقتلوا كاهي وياخدوا الجوهرة. انا كنت متأكد ان هذا هيحصل ليه، ولكن منو يعرف في سفارة هذه المعلومات؟ وانت ليش ما يتكلم هندي؟ ليش؟ لا، احنا كبيرة هندية تتحدث العربية لكن بصبغة هندية. وزارة الداخلية في الهند عرفت معلومة تاهي، فجيت انا وظابط فورا لحماية كاهي وحماية الجوهرة راكيش. ظابطي كهلي تكي. مفهومي مفهومي جناب مهراجة، مفهومي مفهومي. شنو مفهومي؟ انت ما يتكلم هندي ما يتكلم اردو؟ نهي نهي جناب مهراجة، اني اتكلم الهندية ولكني درست شرطة انجليش في جامعة حلواني، عشان كده تلاقي الهندي بتاعي ضعيف شويتي. كنا بنقول ايه؟ كالبس بكني. انا يسأل عن اسمك مال انت؟ What's your name؟ اسم مال انا جناب مهراجة؟ انا ضابط بهاء سلطاني، وانا منسقة امنية في سفارة هند. سوفينار بودابار. مارد فخر وصل. ابوس ايدك يا سيد، ركز. ها متقلقش، نجاح الخطة واقف عليك. متقلقش. شنو هذا جناب مهراجة؟ شنو هذا؟ ما يعرف. يلا نشوف. مارد بهاء سلطاني، شوف هذا مجنون يزعق ليه. مارد خراسي، في فلتحون ذاكر. انت ما يعلي صوتك، انا يسمع. انت مينو وشنو يا بي؟ انت عارف انا مين ايه وجاي هنا ليه وعايز ايه؟ انت عبيطة؟ انا لو يعرف انا ليش يسأل؟ انت مينو؟ انا هاني البحيري من عيلة باتشاني. شنو يا بي؟ انا جاي اخد الجوهرة راكيش، حق اهليه وجدوديه وولاد عميه. ماذا وإلا؟ يا ابن الإيه؟ أنت كلبي تبي موت مهراجة؟ أوكي حرس؟ نهي جناب مهراجة، اسمح لي. هاني بحري يلزمني. بسك علي، اركن لي انت على جنبي. بهاء سلطاني، انقذ جناب مهراجة وخذ سكسيه. امال ايه؟ هاني بحري، جالك بهاء سلطاني اعزلي بدون سلاحي وفارس لفارسي. العب بلي كده، يبقى هعوجلك الشاسيه.
الحرب خدعي. برافو، تشكرك جناب محرجة. قالك الموتي هاني بحري. بقسماتي مسمومي. عس خاين وماتت باروكا. شفتي ما البوكسومازا ليش انا يطلب منك بوكسومازا؟ هل بوكسومازا انقذت حياه مهراجا؟ تشكرات جناب مهراجا، تشكرات. لا انت شكري يا بي، الحين انا ثقتي في محله. سيدي بابا، ادام ثقه في محله يبقى حله يحله. اعطيني جوهره راكش. اكيد أكيد أنا أعطيك جوهرة، بس قبل في شيء لازم سوي أول. سوي أول إيه جناب مهراجة؟ لازم تاوي جثة. لا تقلق جناب مهراجة، إحنا ناخد جثة ندفنها في مدافن هنود اللي في صلاح سالمي. لا لا لا، أنا أتاوي جثة حسب تقاليد هندية ما القبيلة بتاعي. يعني إيه؟ لازم أحرق جثة أول بعدين يعطيك جوهرة. سيدي بابا، أعطيني الجوهرة أول ثم أحرق جثة. لا ما يصير، لازم أحرق جثة أول. خلاص احرقوا. شنو هذا صوت؟ هذا سيدي بابا هذا حلاوة روح. صحيح، واللي دايم حلاوة روح. أرجوك راجو، سيبني مع قتيل كاي 5 دقيقة. هاي واي، أنا من قبيلة عندها عاداتي وتقاليد. هي لما أقتل واحد كاي لازم أستسمحه. هاي باي باي. خلاص مشي. خلاص كمية الزيت اللي ترشت عليها دي يا سيد، ده ناقص لي بيض وبقسماط وابقى جاهز على القلي. صوتك هنتحبس يا فخر. ما نتحبس، احسن بتشاوي يا جدعان. بقول لكم ايه، يلا نهبق من هنا بلا سحاوي بلا جوهره بلا زفت. والله العظيم كل حاجه معمول حسابها، صح يا سيد؟ بالظبط، وانت المطلوب منك حاجه بسيطه جدا. ايه بقى؟
احنا اكتشفنا ان احسن وقت نسرق فيه الجوهره وهم بيحرقوك. رتاجة هتطلع فوق تسرق الجوهره، ناخدها وناخدك ونقلع. تاخدني في رغيف وعليا طحينه صح؟ انا عمري خذلتك قبل كده؟ طول عمرك يا سيد. طيب طيب ايه؟ طيب بعد اذنك يا بيه هرش بنزين. ايه؟ اسمح لي راجو انول شرفي رش البنزين. هي وانا كمان هي. اوكي. وحياة امي وامك يا سيد، لو النار مسكت فيا لا هصوت وهلم عليك امي تلاقي لها الا الله. لا اله الا الله. دي صوتك. يا دي عبيط، انا بدلت البنزين بميه. ايه ده انت؟ ده انا ما شفتش. افتكرت. افتكرت. انت بتشتغليني معاه؟ انا شايفه وهو بيغمز لك وبيعمل لك. يا امك يا سيد، انا ريحه البنزين هتخنقني يا سيد. انا مش عايز اموت محروق يا سيد، مش عايز اموت محروق. ما بس بقى في ايه؟ ما تسترجل كده. بقول لك ايه، حاول انت ما تتحرقش بسرعه لحد ما اجيب الجوهره ويجي. ماشي؟ وتعملها ازاي دي؟ هاي بي تمام، خلصت رشه بنزين؟ اخر رشه اهي. يا امك يا سيد رشي بالراحه لحسن الشمع يمسك فيا. انت خايف من الشمع؟ دول بره جايبين مشاعل الواحده فيهم قد كده. وبعدين ما تخافش يا ده عبيط، انا خففت البنزين المره دي بجد بميه. تغمز لي انا يا غبي؟ طب اغمز لها هي. انا كان قصدي ليها هي. كان قصدك مش عايز ابقى محروق. انت لسه هتقعد ترغي؟ يا خلاص يا جماعه الجثه جاهزه للحرق. يلا يا شباب. خلاص سيدي بابا، هنسوي حرق. نعم هنسوي حرق. بلاش حرق، انا عندي فكره جناب مهراجه. احنا نحطه في كيس حراري ونسويه على البخاري فيبقى جوسي وطري اكتر. اهي هو. يا سلام لو نرش عليه شويه فلفل اسمري. انا جوعت. وانا كلام ده عند ناصر برنس مال كبده، هنا ما في غير حرق. طب انا هخلعيه. اوكي سوي حرق على طول. بابا احرق حرامي. بابا احرق حرامي. ما يصير بابا، انت لسه صغير، انت اكبر انت اتنيل يبقى يحرق حرامي. اوكي ما في كلام. تربية زين جناب مهراجة، تربية زين. هذا من فضل ربي. شنو هذا؟ قصة يتحرك 100 مرة انا يقول سب قصة عشان ما يقع على الارض. جناب مهراجة، سيدي بابا انا عندي فكري، احنا نجيب حبليه او سلبيه نثبته ونلفه حواليه. اوه فكره عبقري، ازاي انا ما يفكر؟ احنا سمعنا، نفذ يلا فكره بسرعه. لا جناب مهراجة، نفذ فكره يا زين. مش عبقري. لا زين يلا ثبت جثه. فكره زين. يخرب بيتك. انا عملت ايه ده؟ خلاص كافي يلا. جناب مهراجة شوية تفكير. ايه؟ ما في تفكير. طب نقرط عليه؟ ما في تقريط. نار هات. بابا احرق لك. يخرب بيت غلاستك، قلتي لا. بابا احرق نفسي. والله لو مسكت احرق نفسي بدل الاستدال زفت ده يا اخي. نهي جناب مهراجة. شنو في؟ سيدي بابا ابي يسوي اعتراف. انت ما يسوي اعتراف، انا افتهم كل شيء. انت يا ابي انت يحرق لص عشان انت يقتل لص، هذا حقك. امسك. نهي جناب مهراجة. إن أنت يحرق لسه، أنت ما يحرق، أنا يحرق نفسي ويحرق البدل لسه. يلا سامحنا فخر، سامحنا أخويا. سامحنا أخويا؟ ده أنت اللي اقترحت عليهم النطربة يا سيد. لما أولع أنا أهرب إزاي دلوقتي؟
انا قلت لهم يربطوك عشان ما تقعش تتعور يا اخويا. ما تعورش انما تحرق عادي. ولع سيد ولع على الله التسهيل. ما تقلقش ان شاء الله هنلحقك قبل ما الحرق يبقى درجه اولى او ثانيه. ولع سيد ولع وريحني من الدنيا دي واللي فيها. احرق 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 عشان ما اقومش اكل دماغك. شنو انت سوي كلام مع جثه؟ شنو يقول لي جثه؟ سيدي بابا ما اقدر احرق ما اقدر. تعال هات نار. انا انت ما يقدر يحرق ما يقدر انا اسوي يحرق. ينفع تجيب لي قهوه زياده وشيك لو سمحت؟ حاضر يا فندم. وانا قاعد في ستاربكس هتبيع كتير يا انا. طفي طفي نار طفي. سيد فخ انتوا لازم اتنين كلب موت. هات لي اتنين كلب دول. دي مش عاجباك ولا ايه غيرها؟ خد دي اطلع بقى. طلعت عيني كده؟ ده كذا عيش وملح احنا ناكله سوا سوا؟ حرامية يجي يسرق جوهرة راكش من مهراجة؟ لا بابا لا بابا، انا ابي اشتغل بالحلال واكل بالحلال بابا. انا ابي اشتغل سواء مال. انت خراسي انت كدابة. خلاص يا فخر التحوير ملوش لازمة. ايوه يا جناب المهراجة احنا كنا جايين نسرق الجوهرة بس والله خلاص توبنا. العفو والسماح. لا ما في عفو وما في سماح. انا انتوا الاثنين يفرق فرق. انا موت انتوا الاثنين. مالك आज तू मरेगा अब जा और मांग अपने खुदा से अपनी जिंदगी की भीख. वतन परिवार तुझे कभी नहीं छोड़ेगी. मालिक कभी नहीं छोड़ेगी. انت يا ابي موت مرد. انا اعلم عليك في هند زي ما علمت عليك في كرداسة. तू सोचता है तू अपने हीरा लेके भाग जाएगा हमारे तो तू गलत सोचता है. कहाँ है हीरा? तब वाला नहीं खुद जोहरा बस आला जो सेती. मैं बिलाब आले शील वाले आज मैं तुझे अपना बदला लेके रहूँगा हमारे. انت فعلا يا ابني جوهره بس لما يشوف لي حلم ودنك. يلا يا عم مالناش دعوه بالقصه دي. يلا لقيتيها؟ ايوه لقيتها اهي. طب وانت واقفه بتعملي ايه؟ ما انا بحاول ارقصه عشان يطلع عشان ناخد الجوهره لكن هيقومني من شويه يا سيد. وانت مشغله له اغاني هندي؟ ايوه مش هو ده تعبان هندي؟ ده من سوق الجمعه ده تشغلي له مهرجانات هيرقص زي القرد. هاتي الاسد لسه بصحته صح واقف على صخرته ما كلقش اللي يسكنه ومن يقرب يستنه. البسد ماليها وجود انسب الجبل يا عرود الملك في عينه موجود. كنت كميني نتيرا كون بيزا هنا. حتى لو عملت ايه ورحمة امك ما هتاخدي جوهرة. اديلهم الجوهره دي عشان يبطلوا خناقه. هات يا سيد هات الجوهره دي. يلا يا فخر انت جايبنا محل عفش نبيع في الجوهره؟ طب ما كنا رحنا ايكيا احسن. ايكيا ايه؟ من الاخر كده عم نعيم صاحب المكان ده هو الوحيد اللي بقتمنا على الصفقات الكبيره اللي بعملها. انتوا مش فاهمين عم نعيم ده رجل المهام الصعبه. عم نعيم جاي. اجري ولا ايه؟ نجري ليه واحنا عملنا حاجه غلط؟ المكان كله غلط. اهلا 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 يا مرحب يا مرحب. اتفضل 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 فخر يا فخر مصر اتفضل. الله يخليك. اهلا يا عم نعيم. اهلا خلاص وصلت وصلت. اهلا 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 يا فخر جبت البضاعه اللي انت كلمتين عنها؟ ايه ده كده على طول البضاعة على طول؟ يا ابني عملي عملي
لا مؤاخذة عمو نعيم معلش يعني. أوريك هنا الحاجة الدار أمان ولا أخدك على جنب وأوريك؟ أمان الأمان يا ابني. ماشي. الجوهرة أهي. كده ايه اللي انا شايفه ده؟ روعه الروعه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ معلش يا عمو نعيم، هو الظاهر في سوء تفاهم يعني. احنا بنتكلم عن جوهره حقيقيه وحضرتك بتتكلم عن جوهره الرقاصه. جوهره الرقاصه ايه يا ابني؟ طب حضرتك الجوهره دي تسوى كام؟ 2 مليون دولار. حلو. 2 مليون دولار. حلو. ممكن تصبر يعني عم نعيم ما يتزقوش ال 4 مليون دولار؟ كتير يا فخر، والله العظيم كتير. سيبني بس انا هظبطك. معلش يا عم نعيم، حضرتك بتقول 2 مليون دولار واخويا بيقول 4 مليون دولار، وانا بقى بقول نقسم البلد نصين، 6 مليون دولار. مين الهبل ده؟ سيبك منه، احنا موافقين ب 2 مليون، ادينا بقى الفلوس. مين الهبله دي؟ مرات الاهبل ده. اساسا مين قال لك ان انا هشتريها؟ نعم، مش حضرتك معجب بالجوهرة وعمال تعاكس فيها؟ ايه السبب اللي يخليك ما تشتريهاش يعني؟ الجوهرة دي اساسا سمعتها وحشة. سمعتها وحشة؟ الجوهرة دي اساسا لما سرقتوها من صاحبها راح بلغ عنها البوليس، يعني الجوهرة دي بقت مشمومة. كده اعتقد وقتك انتهى. برا. احنا بنطرد يا فخر. برا! انا كنت متاكد اننا مش هنعرف نصرف الجوهره دي. ولما انت متاكد خليتنا نسرقها ليه؟ ولا هو اي حرام وخلاص يا فخر؟ انا ممكن احل لكم المشكله دي، انا ممكن اشتريها منكم. دي ب 2 مليون دولار، انت معاك 2 مليون دولار؟ لا انا معيش المبلغ كله، بس ممكن اقول لماما تديني 100,000 واديك الباقي 50 في 50. الحقني يا فخر، دي عايزه تشتري الجوهره 50 في 50. بس حاول اللي هيرجع لك جوزك 50 في 50. بس انا عرفت هنصرفها ازاي. فاكر الدكتور وليد لما كنا جوه الفيل؟ هو احنا كان في حد تالت معانا في الفيل؟ هيركب فين يعني؟ في الزلومه؟ الدكتور وليد اللي كان قاعد بيتكلم مع المهراجه. لا مش فاكره. الدكتور الصراحة. وليد اللي غير لك البطاريات. خلاص افتكرت، مش قدامها يا فخر. ايوه هو ده اللي هيشتري الجوهره. وده هتعرف توصل له؟ اوصل لامه. ايه الاوفر ده؟ العربيه ما لفتش على فكره. انا بلمع الدركسيون عشان العربيه تمشي اسرع. دي حلوه. هو ده الدكتور اللي ياخد منك جوهره بملايين؟ هو قال لي تعالى لي عند الكشك، وبعدين حفظني كلمه السر اللي حفظتها لكم، اوعى تكونوا نسيتوها. حافظينها يا كبير. احط ايدي في جيبي عشان ابقى خطر؟ امال. يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام أؤمر. اديني البانة من السحري. اشمعنى السحري مصر عليه؟ جرب وهتعرف وحدك ليه. السحري البان تندغه بعدين ألوانه تبان. أندغه ألقاه ألوان ألوان يا نهار أخضر؟ السحري البني والأصفر. اندغه يطلع لك لون أحمر. طب لو عايز أزرق أعمل إيه؟ تندغ في الأول لون أخضر. دوق 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 أحلى هدية. السحري البان طعمه ألوان 100%. دوق دوق. يا أهلا يا أهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا جماعة، شرفتوا. معلش يا جماعة حقكم عليا، كان لازم أعمل كلمة سر وأخد الأمور بجدية، علشان أنا في العديد من المنظمات السرية الإجرامية بتجري ورايا وعايزة تسرق الاختراع بتاعي، عشان كده هتلاقوني عملت الكشك ده تمويه. يعني الكشك ده تمويه؟ تمويه وتمويه يا ابن الايه فخر العرب، يعني كل المنظمات دي عايزه توصل له وانت وصلت له في ثانيه؟ امال انت فاكر اخوك سهل؟ ايوه. المهم خلونا في المهم، انتوا معاكم الجوهره في الحفظ والصون، بس اللي قابلينا قالوا ايه؟ لا مؤاخذه، ايه نتفق الاول. نتفق على ايه؟ احنا من الاخر عايزين في الجوهره دي 6 مليون دولار. ايه ايه ده؟ بيقول ايه ده؟ سيبك منه كانه مش معانا. مش انت قلت للمهراج ان الجوهره دي تساوي ملايين؟ احنا بقى معانا الجوهره، وبصراحه كده عايزين نعرف نصيبنا ايه. طب يا جماعه احنا مش هينفع نتكلم كده في الشارع، الناس يسمعونا. تعالوا اتفضلوا اتفضلوا، اهلا وسهلا شرفتوا. تعالوا يا اولاد تعالوا 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 من هنا. استعدوا بقى للدهشه من اللي هتشوفوه. ايدك معايا يا كابتن كده. حاضر يا دكتور. ايدك كده. ايوه شد شد. عدوا يا فخر عدوا الاتجاه عدوا.
ايه ده؟ ده الفيوتشر يعني المستقبل، ده اختراع آلة الزمن اللي فشل كل علماء الفيزيكس ان هم يخترعوه، لكن العبد لله هو اللي عملها. انت اخترعت آلة الزمن في تلاجة حاجة ساعة؟ تلاجة حاجة ساعة ايه؟ تمويه، تمويه وتموين. اه زي الكشك افتكرت. بس للأسف الاختراع ده نقصه حاجة. ايه عايزة تتشحن فريون؟ فريون ايه؟ نقصه عناصر كثيفة من النانو تكنولوجي والساديومانيه. ايوه لو اديتوني الجوهرة بتاعتكو المليئة بالعناصر ديت اقدر اشغل بيها الاختراع بتاعي، وساعتها نقدر نبيعه بمليارات الدولارات لوكالة ناسا. هو وكالة ناسا بتشتري حاجات قديمة برضو زي وكالة البلح؟ ايه ده وكالة البلح ايه ده بيقول ايه ده؟ مش قلتلك كأنه مش معانا؟ عدي ليلتك. طبعا طبعا ليكوا حق، ليكوا حق تشكوا في كلامي وتفتكروا ان انا واقف بقول اي كلام والسلام، وتشكوا ان انا راجل كريزي. لا شاكين ايه، احنا متأكدين حضرتك. لا انتوا شاكين ان انا كريزي. لا احنا عارفين فعلا انك مجنون. طيب طالما عارفين ان انا مجنون يبقى انتوا ناس بتفهم، ولو اديتوني الجوهرة بتاعتكو انا ممكن اثبت لكم صدق كلامي دلوقتي. ماشي انا هديك الجوهرة، بس وعهد الله لو خدتها وطلعت تجري ما هيحصل لك. طيب ما اجري اروح فين؟ احنا جوه الكشك. لا ما هو انا عارف شغل رامز جلال ده، تاخد الجوهره وانا ما بحبش حابي وبتاع وتجري. لا والله ابدا، بس اديني الجوهره بس، هنروح من بعض فين؟ الجوهره اهي. مش ممكن جوهره جوهره. ركزوا معايا. بصوا هنحط الجوهره هنا ونقفل عليها كده. اشتغلت. ايه ما تخافوش ما تخافوش، ناولني كيس البطاطس اللي ورا ده لو سمحت، انا هوريكم بنفسكم دلوقتي. اتفضل اتفضل. دلوقتي احنا هنفتح آلة الزمن وهنحط كيس البطاطس ده جواها، وهننقله عبر الزمن حسب خطوط الطول والعرض لعصر العثماني، تحديدا في غرفة الوالي محمد علي باشا الكبير اللي هياكل أول كيس بطاطس في التاريخ بطعم الهلابينو المشطشط. أهو اشتغلت كده. إيه ده؟ ده الجهاز طلع شغال فعلا. محمد علي كان الكيس. صدقتوني؟ إيديكوا بقى على تمن الكيس. بطاطس إيه؟ مبروك عليك الجوهرة يا باشا. قول لنا بقى هترجع لنا فلوسنا امتى؟ عموما دي حاجه بسيطه جدا، انا ممكن عبال ما ابلغ الجهات المختصه ممكن ده ياخد مني في حدود 6 شهور، وعبال ما يشكلوا لجنه علشان تدرس الجهاز وتفحصه ممكن ياخد في حدود من سنه لثلاث سنين، يعني ان شاء الله فلوسنا هتكون عندنا في خلال 12 سنه من دلوقتي. 12 سنه ايه يا دكتور؟ احنا عايزين الفلوس دي قبل اخر الشهر. بشويش يا ريتاش، انا شايف 12 سنه وقت مناسب جدا. يا دوبك يعني. يا دوبك ايه؟ انت عبيط يالا؟ هات الجوهره بتاعتي يا. ما ينفعش. هات الجوهره يا. ما ينفعش تفتح الجهاز وهي الجوهره جواه. ليه بقى ان شاء الله؟ الا ان عناصر الجوهره دلوقتي اتفاعلت مع الجهاز، واللافل الذات اللي جواها حولتها لغازات وممكن تحولها لرماد ذري. عليا النعمه الرجل ده بيقول اي كلام. ادينا في وشه فاخر. ما فيش جوهره. بقول لكم ايه، اللي هيقرب من الجهاز انا هفرغ محتويات الكيس ده في وشه، ده هيصيبه بالشلل الرعاش والتلعثم في الكلام. يا جماعه الراجل ده ما بيهزرش، الكيس اللي في ايده ده خطر جدا، ده بطعم الشطه والليمون. اهدى يا دكتور وليد، اهدى، انا عندي فكره. اغزي الشيطان ونزل الكيس. نزل الكيس يا دكتور. انا عندي فكره يا جماعه، بما ان دي آلة زمن احنا ممكن نركبها نرجع 7 سنين لورا، ما ناخدش فلوس السحاوي، يخرج السحاوي من السجن يلاقي فلوسه، ويا دار ما دخلك شر. الله عليك الله عليك يالا يا سيد، شوف لما بتفكر بتبقى قمر ازاي. انا بقى عايز من الافكار الحلوه دي على طول. الضغط الضغط يا فخر، الضغط بيولد المعجزات. ايوه بس اسمحوا لي، يعني يطلع مين السحلاوي ده؟ لا مالكش دعوه انت بالقصه دي، وادعي ربنا انه ما يجيش هنا عشان لو جه هيعرقبك من نظارتك. المهم الجهاز ده هيقدر يرجعنا فعلا 7 سنين لورا؟ شور. يا خساره. شور يعني يقدر. عموما استنوني هنا شويه وانا هتصرف، عبال ما اظبط لكم الجهاز واروشه علشان كان في ناس بايته فيه من امبارح. ايه
ودلوقتي اخر حاجه هتلبسوا الاساور دي في ايديكم، ولو حسيتم باي خطر هتدوسوا على الزرار اللي فيها، هيظهر لي علامه هنا على الجهاز اعمل لكم كامباك ترجعوا لي هنا على طول. حلو، بس على الله تسوحنا، نزلنا عند العنوان اللي قلناه لك بالظبط. لا لا ما تقلقش، انا على حسب خطوط الطول والعرض حاسبها بالسنتي ومسنطرك على العنوان اللي انت قايل لي عليه تحديدا يوم السبت من 7 سنين الساعة 10 صباحا. حلو، وهنلحق اليوم من اوله. جاهزين يا ابطال تحققوا الانجاز التاريخي ده؟ احنا مش جاهزين، احنا مضطرين. على بركة الله، اتفضلوا. يا ربنا معاكم. معلش يا دكتور، ممكن تشيلي معاك النظارة دي؟ ليه؟ اصل انا من 7 سنين كان نظري كويس فمش محتاجها. مفيش مشكلة، هعينها لك عندي هنا. خدوا بالكم من بعض يا اولاد. على بركة الله. من 7 سنين يوم السبت الساعة 10 صباحا. بما ان بيومي هو العامل المشترك بين كل الممثلين ما نخطف بيومي. ايوه يا عم، بس ده شكله موظف يعني وما حلتوش اللضه. مين ده؟ بيومي؟ اه ده اخر احصائيه الاغنى 10 في العالم، بيل جيتس نمره 6، بيومي نمره 5. لا يا راجل. في مره مذيعه بتساله ثروتك قد ايه يا بيومي؟ قال لها قبل ما ارمي الافيه ولا بعد ما رميته. يبقى الحوار اللي سمعته عنه كان صح بقى. بيقول لك لما بيجي يستحمى بيملى البانيو عنده في البيت لبن وينزل فيه. ينزل يستحمى في اللبن؟ لا بينزل يشربه، بس هو بيومي بيشرب كميات لبن رهيبه الله اكبر يعني. مات الكلام، احنا هنخطف بيومي فؤاد. ايوه يا حبيبي. يا عم ما تقولش كده، انا اسيب التصوير كله عشانك. الله، ده انت الغالي، ده انت السبكي. وعد مني ان شاء الله السبت انا معاك. مع الف سلامه، مع الف سلامه. صباح الفل يا ريس. صباح الفل يا رضوان. اعمل حسابك ان شاء الله يوم السبت احنا مع السبكي. انا سبكي فيهم يا ريس. والله ما خدت بالي، مش مشكله، هم اخوات. لو رحت لمحمد احمد هيجي ياخدني، لو رحت لاحمد محمد هيجي يقتلنا، ما تشيلش هم. تمام. يلا بس عشان متاخرين. يلا. ايه ده الولد السواق فين؟ انت رفضته امبارح. انا رفضته امبارح ليه؟ كان عايز يزود السكومونوس. عايز يزود مرتبه. صح صح. بالمناسبة دي أنا فاكر إنك قلت حاجة زي كده. أنا يا ريس؟ كنت أقصد. لا 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 ما حصلش. يلا حقك. لا يا ريس ما حصلش. يا ده رضوان لو لا يا ريس، إحنا متمرمغين في خيرك الحمد لله. بجد؟ الحمد لله. الأوفر ده. طب هات المفتاح. اتفضل يا بيه. اتكل على الله أنت. أسبقك على اللوكيشن؟ لا يا حبيبي روح. طب أجي لحضرتك بكرة؟ لا أنا لما أحتاجك مش هكلمك. سلام. انزل يالا. ايه ده؟ ده اكيد رامز جلال. انزل. مسميه ايه المره دي؟ اكيد رامز في قلب الميكروباص. جديده حلوه يا ابن القرود. ايه يا جماعه، ما يصحش كده يا جماعه. يا جماعه انا عندي شغل والله. لا 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 ما ينفعش. طب فين البوليس يا جماعه؟ ما ينفعش كده، ارجوكم انتوا كده بتعطلوني. رامز جلال صح؟ انت رامز يالا؟ لا مش رامز. انت يالا رامز؟ لا مش رامز. انت رامز؟ رامز ازاي؟ لا ايه اللي رامز ازاي؟ ده بدي ورود معامل رغده قبل كده. طيب لو مش رامز سامحوني انا كده بوظت الدنيا يعني، بس هناخد ده تاني ماشي؟ انتوا ارجعوا كمان، ارجعوا من ناحيه العربيه وانزلوا اعملوا نفس الحركات اللي بتعملوها. يلا. بس حلو حلو قوي قوي. يلا يلا تاني. انزل يالا. انزل يا يوم. يا جماعه كده ما ينفعش يا جماعه، ما يصحش والله. انا عندي شغل كتير جدا، انتوا كده بتعطلوني. طب فين البوليس؟ هاني رمزي صح؟ لا مش هاني رمزي. انت مش هاني رمزي؟ لا ولا انت مش هاني رمزي؟ لا انت هاني رمزي. طب هاني ازاي؟ الله. طب ما عمل فريد براتو بس. لا لا قدام يا بيومي. يلا. طب حلهم بينهم. يلا يا بيومي قدامنا، مش حلهم بينهم. طب برامج ايه بقى؟ على فكره انا موافق على اي حاجه، بس تعرفين انا باخده قد ايه في البرامج دلوقتي دي؟ انت مالك؟ لا ولاش. بس انا صفوت اللي بغير اصلي جدا. عايز الكهرباء، لو عايز الكهربيني يبقى هنا قدامي. برضه
مش فايز. يلا ازاي راجل كبير واسمك بيومي؟ امال عاوز اسمي يبقى تامر ولا توته؟ يلا يا معلم يلا خش. تعالى. انا مش شايف. حرام عليكم يا جماعه، لبسوه النضاره. لبسوا النضاره هو لابس غمامه. انتوا خاطفيني انا؟ انتوا اتجننتوا؟ اعتبروا ان تاريخكم الاجرامي انتهى الان دلوقتي. استنى ارفع رجلك وانت بتقع. ده انا عندي فانز ياكلوا الزلط يا كلاب. ده بيومي لافرز هينهشكم نهش. بيومي لافرز ايه وفانز ايه؟ واحنا خاطفين مريم فارس؟ حرام عليك يا اخي، على فكره استاذ بيومي جسمه احلى بكتير من مريم فارس. على الاقل طبيعي. هو فعلا عنده فانز كتير قوي. انا على صفحه سوين بيومي بوسيكات. بجد؟ اه والله. شفتي الفيديوهات الاخيره اللي نزلتها؟ شفتها حبيبتي. طب ممكن بقى بطلوا راجل؟ اتفضلي تعالي معايا يلا عشان نجيب حبل. هنشنقه ولا نسحله على الاسفلت؟ ايه الدمويه دي؟ هنربطه في الكرسي عادي. هتيجي معايا ولا هتقعدي ترجي؟ ينفع اجي انا؟ اسمعني يا راجل انت، احنا لسه في اول الخط. طب ينفع اجي معاك في اخر الخط؟ يقولوا ورا بعض. قلت لك يا ابني بلاش نخطف بيومي فؤاد، نخطف سيد رجب، ده بيضحك قوي. استاذنك يا حبيبي لو سمحت، لو نمت نصحيني عشان نازل اخر الخط. حبيبي بس بقى. حاضر. تعال. اوعى تشيل الغيامه اللي على عينيه، احسن يحفظ المكان ويجي لنا تاني. حاضر يا فخر. قول اسمي قدامه عادي. يالا امال اقول لك حاضر يا ايه؟ قول حاضر. حاضر. ايه ده؟ تصدق نفعت حاضر؟ طب اقول لك حاجه، انا هقول لك حاضر يا ماشي شغال وانت تفهم على طول. امال حاضر يا تفهم انت على طول. خلاص هفهم على طول، بس اوعى تقول اسمي. حاضر يا. يلا يا ريت. يلا يا ماشي. ايه يلا هما مشوا يا خدامك سيد الشحات. عشت الاسامي. ايه يا نهار اسود، انا قلت لك ان اسمي سيد. ابوس ايدك يا استاذ بيومي، لما فخر وريتاج يرجعوا ما تقولهمش ان انا قلت لك ان اسمي سيد. اسمهم فخر وريتاج؟ يا فخر. مين؟ وفخر بقى ابو شعر اصفر؟ لا، ريتاج ابو شعر اصفر. فخر ده اللي هو دماغه بليكسي. ريتاج ده اللي هو عامل بنت ده شعر. أيوة اصفر. ايوه هو اللي هو ابو شعر اصفر اللي عامل بنت. فخر ده بقى اللي هو دماغه سكوريت، اللي هو شبه همتي دمتي ده. يا ابني انا هتجنن اقول شبه مين من الزملاء. ايوه صح هو بالظبط. هو ده بقى فخر بالظبط. والله يا استاذ بيومي انا خجلان منك جدا ومكسوف ورقبتي قد السمسمه، بس لولاش بس الظروف اللي احنا فيها دي ما كناش خطفناك. ولا يهمك. بس انا يعني ليا طلب تاني خالص بعيد عن موضوع الخطف ده. يا حبيبي ولا يهمك، عايز كام؟ لا لا خالص مش فلوس يا استاذ بيومي خالص والله. انت عارف انا بحب حضرتك جدا، كنت لسه بقول لفخر وريتاج ممثلي المفضل والله، خصوصا دورك في حرب كرموز. يا لو تعرف كواليس العمل والناس تعرف الحب اللي كان ما بيننا عامل ازاي. في كيمياء غريبه بيني وبين احمد عز ده، سبحان الله. لا بس حرب كرموز ده كان امير كراره مش احمد عز. حرب كرموز، انا اسف اتلخبطت ما بينه وبين حرب ايطاليا. لا بس حرب ايطاليا ده كان احمد السقا مش احمد عز. خلاص انا هفتكر ايه ولا ايه؟ انا ما اعرفش اساميهم، وانا بعرف اساميهم اصلا بالتتر الفيلم بتاع. يا امال بتقول لهم ايه بقى في التصوير؟ ايه يا كابتن؟ وساعات يا بتقول احمد عز يا كابتن. انما التاني بقى بقول له يا كابتن، عشان التاني انت عارف عنيف وممكن يمد ايده عليا وكده على طول. الله عسل استاذ بيومي، عسل والله. هو بس الطلب يعني كنت انا بصراحه يعني انا عمري ما طلبت الطلب ده من حد، يعني اول واحد مشهور والله اطلبه منه. اخلص. انا يعني كنت عايز اتصور مع حضرتك صوره بس كده احطها بروفايل يعني. ده انا ليا الشرف بس كده تؤمرني والله. بس اتصور ازاي وانا حاطط البتاع دي على يعني الناس مش هتصدق يعني. ايوه بس انا لو شلت الغمامه من على عين حضرتك هتشوف المكان وهتبلغ عننا مش كده؟ برضه عندك حق، الحقيقه كلام منطقي. يبقى خلاص بلاها الصوره مش مهم. لا 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 والنبي يا استاذ بيومي، انا بحب حضرتك جدا والله، بحب حضرتك قوي إيه؟ يعني هنعمل ايه؟ لا لا انا ممكن يعني ممكن اشيل الغمامه من على وش حضرتك. ناخد الصوره بسرعه واحطها لك تاني، بس توعدني لما اشيل الغمامه ما تفتحش عينك. حاضر عينيا الاثنين. هتفضل مغمض؟ لا خلاص عيب يا ابني، انا صغير، انا من وانا طفل كده كنت نلعب استغمايه كنت اوعدهم على طول. طب يلا يا استاذ بيومي حضرتك شيل انت الغمامه وانا هصوت. اشيلها انا؟ ايه ده انت فتحت عينيك اهو برضه يا استاذ بيومي. خلاص بقى يا سيد بقى، يعني يرضيك اشيل الغمامه وافضل مغمض كده؟
ده حتى بقى ارتفيشال قوي الناس غريبه بس ما تقولهمش لما يجوا انت بتاع ايه الله النادي ده بتاع مين؟ النادي ده بتاع فخر الشحات اخويا. وعنوان النادي ده ايه عرب عشان عايز اشترك؟ النادي ده 24 شارع مزلقان. فين المزلقان ده؟ عارف حضرتك وانت طالع من نفق العمرانيه فوت اول يمين تاخد بقى تاني يمين. الله فخر وارتاش جمهم يخرب بيتك انت فكيته وقلت له على اسامينا. استاذ بيومي ده طلع عيل جدا بقى كان موعدني اشيل له الغمامه وما يفتحش عينه اول ما شلتها فتح عينه وجرجرني في الكلام. طب اسمع بقى يا عم بيومي فؤاد. الله يا سيد انت قلت له اسمي برضو. لا 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 الراجل ده مش طبيعي مش طبيعي. اسمعني كويس اتفضل. هو انتوا الكلام اللي بتقولوه بيضحك ده بتبقى مكتوب يعني ولا بتقوله من دماغك؟ انا يا ابني بقرا وانا عندي وقت عشان اقرا ورق ولا كلام ده. ربنا بيكرم كده بيبعت. ربنا يرزقك والله حبيب. الراجل لا مش طبيعي بيفرح ناس كتير. لا مش طبيعي فظيع. ازاي مش طبيعي بجد والله. اسمعني كويس اتفضل. لو ما نفذتش اللي قلنا لك عليه هنخلص عليه. الله مش عارف انتوا عايزين ايه وانا كنت اعترضت. احنا عايزين فديه 6 مليون دولار. كام يا بابا؟ 8 مليون دولار. غلط 6. لا ايه ده مش 8 يعني 6 8 يعني 7 ونص صفر. من الاخر بقى عايزين كام عشان طولت ارقام كتير قوي. من الاخر كده عايزين 6 مليون دولار. طب ما اخو فكر ان معيش غير ورقه واحده ب 10 مليون. لا لا والله بشوفك كده يسعد ملايين. رهيب والله رهيب. انت عبيط ساد انت. هو 6 مليون ايه اللي انت عايزينهم دول؟ ايه ده؟ امال الفلوس اللي معاك راحت فين؟ فلوس ايه اللي معايا؟ ده انا معيش 600 جنيه. طب وبعدين يا جماعه واضح كده ان هو مش هيدفع. قلت لكم بلاش موضوع الخطف ده من الاول. هنعمل ايه دلوقتي؟ انت شايفنا يعني محترفين خطف يعني كل يوم بنخطف ناس؟ طب استاذنكم لغايه ما تخلصوا الميتنج بتاعكم دوت ممكن انام لي شويه اريح شويه. هو انت ازاي جاي لك نفس تنام وانت مخطوف؟ يا نهار ابيض فاهم ده احلى نوم وانت مخطوف. مش بيقول لك انا اتخطفت ساعتين ثلاثه كده اللي هو نام ساعتين ثلاثه صح؟ يقول لك ايه انا اتخطفت ساعتين ثلاثه. طب ربنا رزقني بخطف اوريدي ما نامش. ها ما نامش. طب تعالى تعالى في مكان فوق انا يبقى اطلع نام. الله يبارك لك يا ابني اللي عامل بنت انت والله العظيم. انت عارف انا ما نمتش من امتى؟ امتى؟ من الكبير الجزء الثاني. الحمد لله على كل شيء. تعالى تعالى ايدك معايا فرصه تريح من الاوردرات ومحدش يكلمك بقى. لو فتحي او ثروه اتصلوا قولهم اتهنوا انبسطوا. بعدين يا فخر الراجل ده خطر جدا لو قعد اكتر من كده هنا في حد فينا هيموت من الضحك. لا ده مش طبيعي مش طبيعي. الراجل ده هو عليا والله اقسم بالله حتى ما كان بيقول لك معايا ورقه ما تضحكنيش تاني يا حمود والله ما تضحكنيش تاني. لا لا فكرنا نفتكر. اسكت يا سيد ما توترنيش على الله التسهيل بقى. استاذ بيومي استاذ بيومي يا جماعه احنا كده داخلين في 12 ساعه ده شكلها كده غيبوبه. يا سلام في واحد في غيبوبه بيتمطع اكيد نايم. لا هو مش نايم هو فعلا دخل في غيبوبه لان اللي نايم ده بيبقى لابس بيجامه. فهو في غيبوبه عشان لابس بنطلون جينز صح؟ صح يا عم. استاذ بيومي استاذ بيومي في اصحى بقالك 12 ساعه نايم. وانت مال امك انت بقالي 12 ساعه ولا 15 ساعه نايم؟ انا نايم في حجرك. لا بس احنا خاطفينك يعني فالمفروض تبقى متوتر وكده. يا سيدي اعتبرني متوتر وانا نايم. او بص يا لهوي هعمل ايه دلوقتي؟ ده انا مخطوف ده انا متوتر يا لهوي على التوتر ده انا نايم. لو سمحت يا عم بيومي ممكن تقوم عشان نشوف هنعمل ايه في قصتك اللي معانا دي؟ خمس دقايق بالظبط اقعدوا انتوا اكتبوا مع بعضكم كده شوفوا القصه دي وانا خمس دقايق واحصلكم على طول. انا حتى هظبط السنوز على الموبايل على 5 مينيت. يا رب يموت بجد. وبعدين يا جماعه المشكله كده عماله تكبر. بيومي فؤاد بقاله 72 ساعه نايم. انا خايف يكون مات. مش دي المشكله. المشكله ان انا قافل النادي بقالي كتير وكده ممكن الجمعيه التعاونيه تطيرني في اول انتخابات.
انا بفكر اجيب جردل ميه ساقعه واكبه على دماغه يمكن يفوق. مش هيصحى. انا امبارح غزيته بالسكينه في بطنه يا دوبك اتقلب على جنبه بس ما صحاش. ليه الدمويه دي قريتهاش؟ يا جماعه فوقوا يا جماعه، احنا نبلغ الاسعاف ونهرب. يا جماعه انتوا مش مدركين احنا قتلنا بيومي فؤاد. انا بدات اتوتر يا فخر، بدات اتوتر. يا لا ما تتوترش يا سعيد. ايه الدوشه دي؟ ايه ده استاذ بيومي انت عايش؟ الحمد لله. عايش الحمد لله. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ الواحد ما يعرفش ينام في هدوء شويه؟ ايه ده انتوا سايبينه يلف عادي في المكان كده؟ افرض كان هارب، مين المتخلف اللي نزل وساب الباب مفتوح؟ انت ايه اللي مخوفك يا ابني؟ وانتوا خاطفين اسر ياسين هاجري واتشعبط ونط من على السور؟ ده انا ابطا من كده بكتير، ما تقلقش. بقول لكم ايه، انا ميت من الجوع ومصدع عايز قهوه. المطبخ بتاعكم فين؟ المطبخ جوه تحت السلم على اليمين. طب ما تيجي يا ريتاج يا ابني تفصل لي احسن، الدنيا ضلمه جوه الواحد مش عاوز يلوش بقى وكده. استغفر الله العظيم يا رب، انا تعبت يا استاذ بيومي. انا بنت حتى اسمي ريتاج. يا تبطل الحركات دي. والله يا سيد انا فعلا كنت فاكره في الاول بنت. وانا والله عم بيومي. يلا ريتاج. لا ومسمي نفسه ريتاج. يلا دبشي امشي. وبعدين يا فخر احنا هنصرف عليه لحد امتى؟ انا اخر 10 جنيه في جيبي اجرت بيها عجل من عند الراجل السني اللي بيقف بره. اجرت عجل ليه يا سيد واحنا خاطفين واحد؟ مخنوقه فخر، مخنوقه اعمل ايه؟ مش عارف، انا بفكر بقى نكلم حد من قرايبه يدفعوا له هم الفديه وخلاص. حد من قرايبه زي مين؟ ابوه مثلا. ابوه؟ اكيد بيومي ده ملوش اب، ده كبير جدا. انت عمرك شفت بيومي صغير؟ لا الصراحه على طول بشوفه كبير بس مش طبيعي. لا 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 مش طبيعي. بس لقيتها. احنا نكلم ابنه ونقول له ابوك مخطوف وادفع له انت الفديه. وهنجيب رقم ابنه منين؟ من اي حد من اصحابه. وهنجيب رقم اصحابه منين؟ من اي حد من قرايبه. وهنجيب رقم قرايبه منين؟ ما بتاكليش ليه يا رانيا؟ ما بتحبيش المسقعه؟ ما بتحبيش المسقعه؟ وانا عملتها لك بايدي. انتوا بتعملوا ايه؟ احنا نكون بنعمل ايه؟ بنطبخ بنعمل الغدا. طيب هنستأذن احنا بقى. شت رايحين فين يا واد انت وهو؟ احنا على اللطة سهيل كده رايحين مشوار وهنيجي دغري. لا بقول لك ايه؟ ستة بالثانية المسقعة تبقى على السفرة وانا مش هسخن لحد، انا تعبت. طيب خلاص هي ساعة زمن، عايزة حاجة وانا راجع؟ لا شكرا. انا عايز. ايه؟ عايز ايه؟ هاتولي وانتوا جايين دقيق وبيكنج باودر وفانيليا عشان اعمل لكم كيكة برتقال. نجيب لك برتقال؟ ليه؟ عشان الكيك. هي الكيك عيانة عشان نجيب لها برتقال؟ لا أنا أقصد يعني عشان هي كيكة برتقال فأنت أكيد محتاج برتقال. عشان اسمها كيكة برتقال لازم نجيب لها برتقال؟ هو شيبسي خل، بتدلو خل وأنت بتعمل الشيبسي؟ لا أي عبط مش كده؟ طيب يلا يلا بسرعة يلا. حلو أوي المسلسل ده. حلو أوي. هو أنت ليه ما اشتغلتش فيه؟ هو انا ما اشتغلتش فيه؟ غريبة. اكيد في سبب قهري. مسافر، تعبت، مت. او ممكن يكون المخرج مش عايزك مثلا. لا هو بمزاجه ولا يا حسام؟ لا لا ما تزعلنيش منه. انا بدات اتوتر، هو اتاخر كده ليه يا فخر؟ يا ابني زمان على وصول، وبعدين ما تقعدش تحرب كده عشان ما تلفتش الانظار لينا. ما تلفتش الانظار لينا؟ احنا مقنعين في كافيه يا فخر، حد يعمل كده؟ عادي يعني، واحنا اول عصابه تقعد في كافيه وبعدين ده لبس العصابات. اسمع اللي بقول لك عليه. اول مره كنا مع بعض لما كده. انا فاكره. انت فاكر؟ شكله هو الواد الخنفس اللي جاي هناك ومعاه المزه دي. الو. ايوه. ايه يا باشا؟ انت فين؟ احنا العصابه المقنعه اللي قاعده في الكافيه. انا عصابه فيهم؟ اللي قدام ولا اللي ورا؟ ايه ده؟ صباح الفل. لا احنا العصابه اللي قدام مش اللي ورا. يا خساره، اللي ورا احلى كتير صح؟ ربنا يستر بقى الجو ده، انا بقلق منه عشان شعري بيقصف. سوري انا اسف على التاخير. لا ولا يهمك يا باشا، بس احنا كان اتفقنا لمؤاخذه ان انت تيجي لوحدك. ما انا جاي لوحدي،
قصدك جيجي. جيجي خطيبتي شبتت لما عرفت ان انا جاي اتفاوض على داد. قالت عاوز اتعرف على عصابات بلدنا. العصابه يا ستي اهو. هاي هاي هاي. امال حضرتك اسمك ايه؟ انا جود. جود بيومي فؤاد. جود؟ هو بيومي فؤاد هو اللي سماك جود؟ لا انا اللي سميت نفسي. احنا بنشوفه يا ريت. امورودي. بص يا باشا احنا مش عايزين نرجع كتير. يا ريت. وهنرسيك على الحوار كويس، بس تعالى معانا سكه عشان لو ما جيتش سكه هنذبح لك ابوك. احنا طالبين في الفنان بيومي فؤاد 6 مليون دولار زائد مصاريف الشحن. مساء الخير يا فندم. حضراتكم تحبوا تشربوا ايه؟ لا انا عايز لاتيه. اتنين لاتيه مش لاتيه روحي؟ شور سويتي. اتنين لاتيه. وانا هات لي اتنين بانيه زيهم وشيشه قص. وانا هات لي بطاطس محمره وكاتشب كتير. اللاتيه بسرعه. تحت امرك. بس الستة مليون اللي اتكلمتوا فيهم كتير قوي. اسمك ايه؟ المقنع واحد. وانا اسمي خلاص مقنع اتنين مش محتاج. ايه ده؟ عرفت ازاي؟ ده شكله ذكي قوي وهيتعبنا. ما تقلقوا الحاجات اللي حاطينها على وشكم اللي بتضحك دي. الدنيا حر واحنا انتيرير جوه يعني ولا ايه؟ مستحيل اخليك تشوف وشي. قصدك مستحيل تخليني اشوف دقنك لان وشك كله باين قدامي. لا يا باشا احنا مش هنقلع الماسكات عشان ما تكشفناش. لا لا انا عارف شكلكم كويس. الاخ دوت حاطط صورته على الواتساب. انا؟ بس مستحيل يحط صورتي انا. لا كان حاطط صورته معاك. انتوا الاثنين كان بيبوسك تقريبا واقفين بروفايل انتوا الاثنين. ليه كده يا سيد؟ اعمل ايه يا فخر؟ سقطت خالص وانا ببعت له على الواتساب. لا وعرفت اساميكم حالا. دي بقى مستحيل. ليه؟ فخر وسيد؟ لا بقى بلاش هزار. لا ده انت مش سهله خالص. لا شكله يضحك قوي. انا مش قادر. ما تبصيش يا جيجي مش قادر اسيطر عليك واحنا بنروح. طب لو سمحت. لا فظيع الصوت مع الصوره بقى. طب اقول له انا اقول له انا. سوري سوري انا اسف بس غصب عني انا اسف سوري. اتفضل اتفضل. لو سمحت. طب ينفع ابص له وانت تتكلم؟ ممكن ما تضحكش؟ مش انت معايا انا. حاضر. سوبي حاجات حلوه. اتفضل اتفضل. طب لو يعني 6 مليون مليون دولار يا باشا معلش انا منهار بس غاليين عليك يعني ممكن ندفعك 4 مليون دولار بس. يا جماعه 6 مليون ايه و4 مليون؟ وانا جاي اتفاوض على عادل امام؟ انا جاي اتكلم في بيوم فؤاد. مهزر ولا ايه؟ طيب ما تسمعنا انت كلمه كويسه. ده كلام لطيف. دول 8000 جنيه. الحقيقه كنت نازل اجيب خوذه جديده للبايك بس قلت ده ابويا برضه صله الرحم وكلنا عيش وملح مع بعض كتير اكتر من يوم جمعه مع بعض. والله 8000 جنيه مش وحشين يا فخر. 8000 جنيه اللي مش وحشين؟ احنا عايزين 4 مليون دولار. لا يا باشا طلبك مش عندنا. اوكي يبقى حظك يا جيجي حلو. هجيب لك الخوذه البينك اللي كان نفسك فيها. ها الحقيقه احنا لازم نمشي دلوقتي اللي عندنا ويلكم بارتي في الجامعه انا وجيجي. نعم. طب واللاتيه؟ اللاتيه انا هاكله. هو هياكل اللاتيه. معلش حاجه اخيره ممكن قبل ما تقتله داد. اولا سلمنا عليه جدا لانه وحشني جدا بقالي سنتين ثلاثه ما شفتوش. الحاجه الثانيه اساله لي على السالوبيت البيبي بلو اللي هو طلع بيها في تراب الماس اعتقد. في تراب الماس. شايلها فين بالظبط؟ لان انا عايزها انا وجيجي رايحين بالماسكيه فعايزها. ها اوكي هبعت لك على الواتساب. يا ريت. اوكي اللي هو عليه صورتك ده. ده صورتك ولا حاجه انا اشتغلتكم. يلا باي. سوري اتكلم كده؟ لا مش هتكلم. طب ما هو شبهه ليكوا على فكره. يا دي ولاد النجوم يا عم. قالوا انا اللي بقول على نفسي وحش. شفت الواد؟ عمالين نقول لابوك ابوك بيومي فؤاد ولا همه كاننا بنكلمه عن جوز امه مثلا. لا واول ما قلعت الماسك قعد وهو شبه هولاكو. واد دمه تقيل تقل غير بيومي خالص وهو صغير. ايه ده؟ انت تعرف بيومي وهو صغير من ايه؟ ما كان بيمثل وهو صغير. مثل في ايه؟ شفت فيلم واحد من الناس بتاع كريم عبد العزيز؟ هو كان طالع ابن كريم.
الواد الصغير اللي كان بينقل البسطرمة من البيت. لا يالا، الواد الرضيع اللي كان مع منة شلبي قبل ما تتذبح. ايوه صح، اللي مسكوه قعدوا يهزوه كده وصرخ علينا ده. صح. ايه ده؟ ايه؟ فين رتاج؟ يا رتاج؟ رتاج رتاج ولا سيد؟ ها ده باب النادي مفتوح. استنى اكلمها. رتاج مالك في ايه؟ الله، وانت مكتفه نفسك كده ليه؟ اكيد يعني يا زكي مش هي اللي هتكتف نفسها. اهدي يا ماما اهدي، احنا سامعينك اهو، احكي بالراحه يا رتاج. ايه؟ ما انا ممكن اعملك سيد سيد الفخر يخرب بيتك الصعب. ايه ده؟ اوه يا روسي صعب. احنا ايه اللي مربطنا كده؟ لازم هو مين ده؟ هو انا عملت لك يا رانيا المسقعه اللي انت بتحبيها، اللي انت بتحبيها. يلا كلي كلي بقى، انت بقالك كتير قوي ما اكلتيش. هو حضرتك لابس كده ليه يا استاذ بيومي؟ انا مبسوط قوي يا رانيا، عارفه ليه؟ القعده دي فكرتني بقعده قعدتها انا وانت لما عرفتك من خمس سنين. فاكره رانيا؟ خمس سنين انت بتخونيني يا رتاج؟ بخونك ايه وزفت ايه؟ اخرس استاذ بيومي. مين رانيا دي؟ انا مش رانيا، انا والد واسمي رتاج، فاكرني؟ ليه بتقولي كده يا رانيا؟ ليه بتقولي كده؟ مين بيومي ده؟ أنا جوزك واسمي أسامة. أنا حاسس إن أنا شفت الفيلم ده قبل كده، مش ده واحد سيف؟ ده مسلسل الرحلة. أنا ما بحبش حد يقاطعني يا رانيا. قاطعني. فاكره رانيا؟ فاكره القعده دي؟ والله العظيم ما فاكره اي حاجه. يعني ايه مش فاكره؟ افتكري، ابوس ايدك بدل ما يقتل حد. افتكرت، فاكره. طب يلا بقى اجهزي عشان تقولي اللي قلناه من خمس سنين. انا جاهزه. انا سعيد قوي يا رانيا. ربنا يبسطك كمان وكمان. مش كده؟ مش كده رانيا؟ مش كده؟ امال ازاي؟ انا ما شفتش الحلقه. طب حد فيكم شاف المسلسل؟ لا. انا عايز لما اقول انا مبسوط قوي يا رانيا تقولي وانا كمان مبسوطه. حاضر. التزمي بالحوار. حاضر. وانا معاكي، انا اسعد انسان في الوجود. انا ما احبش حد يقاطعني يا رانيا. قاطعني. فاكره رانيا؟ فاكره القعده دي؟ والله العظيم ما فاكره اي حاجه. يعني ايه مش فاكره؟ افتكري، ابوس ايدك بدل ما يقتل حد. افتكرت، فاكره. طب يلا بقى اجهزي عشان تقولي اللي قلناه من خمس سنين. انا جاهزه. انا سعيد قوي يا رانيا. ربنا يبسطك كمان وكمان. مش كده؟ مش كده رانيا؟ مش كده؟ امال ازاي؟ انا ما شفتش الحلقه. طب حد فيكم شاف المسلسل؟ لا. انا
عايز لما أقول أنا مبسوطة أو رانيا تقولي وأنا كمان مبسوطة. حاضر. التزمي بالحوار. حاضر. وأنا معاكي، أنا أسعد إنسان في الوجود. وأنا كمان. عارفة يا رانيا أنا بعمل كده ليه؟ عشان أحميكي. أحميكي. عشان أحميكي من الوحوش اللي بره دول. الوحوش اللي بره دول. الناس اللي بره دول. في إيه يا جماعة؟ وديش علق ولا إيه؟ مش عارف. حد يفكرني يا جماعة. المسلسل ده خلص على ايه؟ قتل حد في الاخر؟ طمنوني. معرفش معرفش، انا كنت بتابع سكة على اخواتك. على العموم انا همشي، بس هرجع لك تاني. قبل ما امشي كنت عايز اقولك على حاجة. ما تنسيش تغسلي اللي على السفرة دول، اغسلي المواعين دول، اغسليهم بالديتول. كل اللي على السفرة دول أنا عايز أحميكي من المواعين دول. معاكي بنادول. حاسس إن الأهل جاب جول. أنا هخرج للوحوش اللي بره دول قبل ما يدوني مست جول. لا يا سيد، لا يا سيد، اهدي اهدي يا رتاش، اهدي خالص، اهدي كده وخدي نفسك واحكي لنا على اللي حصل بالظبط. احنا كنا قاعدين نتفرج على المسلسل، مره واحده لقيت عينيه قعدت تبربش وبعد كده قعد يرتعش ويتشنج. سالته مالك يا استاذ بيومي؟ رد عليا قال لي انا مش بيومي، انا اسامه. يا نهار اسود، هو تخن صوته كده وهو بيكلمك؟ لا ده صوت رتاش العادي، بيومي صوته رفيع. بعد كده راح اداني مضرب البيت على دماغي، وبعد كده راح ربطني كده. دي حاجة غريبة جدا. يا عم انت لسه هتستغرب، يلا نفك نفسنا بسرعة قبل ما يجي لنا تاني. يلا يا سيد. يلا يلا والنبي. المعلقة دي تحطها في الصينية يا سيد اللي انت. المعلقة يا غبي يا غبي. سيب المعلقة يا سيد. أيوه. بسرعة بصي. بسرعة يا سيد والنبي يا سيد. يلا. يلا. يلا يا سيد. أسرع. يلا يا ريتاش فين؟ يلا يلا هات رغيف يا سيد. العيش مولع. ما تناول يا عم. حطي لي بقى من فوق ولا من تحت؟ حطي لي من الطرف.